النجم الكويتي عبد الرضا عباس وعضو الاتحاد محمد ناصر يشيدون بأجواء البصرة قبل انطلاق قرعة كأس الخليج. وهذه الفرحة إن شاء الله مع بكرة الاجتماع اللي راح يصير للقرعة، أنا أعتقد هذه هي بداية انطلاقة البطولة لخليج 25 في 6 يناير 2023 بإذن الله. قدمت أفضل رسالة للمجتمع الخليجي لما أتيت من الكويت من مدينة الجابرية إلى مدينة إلى خلينا نقول منفذ صفوان، رسالة للمجتمع الخليجي بأن العراق آمن وأن البصرة آمنة، واليوم الخليجيين كلهم موجودين. أكيد اليوم إحنا الشيء اللي شفناه نفتخر به، كون أنا اليوم من البصرة أفتخر بإني أنا من البصرة بالإشادة اللي شفناها من إخواننا الخليجيين بحفاوة الاستقبال بالأمور التنظيمية اللي داخل محافظة البصرة، وهذا أكيد اليوم يعطيك الثقة والدافع، وأكيد هذا مو جديد على البصرة. البصرة استقبلت بطولات كبيرة واستقبلت منتخبات عالمية، أكيد اليوم الوفود الخليجية عكست الطابع الحقيقي للعراق وخصوصا محافظة البصرة والأجواء الخليجية.